لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. فقال: أنا بحاجة إلى مأوى، أنا بحاجة إلى مكان أسند إليه رأسي. قلت: خذ مني درهمين واذهب إلى المنزل واستأجر غرفة. فأجاب: لقد ذهبت إلى كل نزل في هذه المدينة فلم أجد لي مأوى، وطرقت كل باب فلم أرى لي صديقا، ودخلت كل مطعم فلم أعط خبزا. فقلت في نفسي: ما أغربه فتى يتكلم تارة كالفيلسوف وطورا كالمجنون. ولكن لم أهمس لفظة مجنون في أذن روحي حتى حدق بي شاخصا ورفع صوته عن ذي قبل وقال: نعم أنا مجنون، ومن كان مثلي يرى نفسه غريبا بلا مأوى وجائعا بلا طعام. قلت مستدركا مستغفرا: سامح ظنوني، فأنا لا أعرف من أنت، وقد استغربت كلامك، فهل قبلت دعوتي وذهبت معي لتصرف الليلة في منزلي؟ فأجاب: قد طرقت بابك 1000 مرة ولم يفتح لي. قلت: وقد تحققت جنونه، تعال الآن واصرف الليلة في منزلي. فرفع رأسه وقال: لو عرفت من أنا لما دعوتني. فقلت: ومن أنت؟ قال وفي صوته هدير مياه غزيرة: أنا الثورة التي تقيم ما أقعدته الأمم، أنا العاصفة التي تقتلع الأنصاب التي أنبتتها الأجيال، أنا الذي جاء ليلقي في الأرض سيفا لا سلاما. ووقف منتصبا وتعالت قامته وسطع وجهه وبسط ذراعيه، فظهر أثر المسامير في كفيه، فارتميت راكعا أمامه وصرخت قائلا: يا يسوع الناصري! وسمعته يقول إذ ذاك: العالم يعيد لاسمي وللتقاليد التي حاكتها الأيام حول اسمي، أما أنا فغريب أطوف تائها في مغارب الأرض ومشارقها، وليس بين الشعوب من يعرف حقيقتي. للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وليس لابن الإنسان أن يسند رأسه. ورفعت رأسي إذ ذاك ونظرت، فلم أرى أمامي سوى عمود من البخور، ولم أسمع سوى صوت الليل آتيا من أعماق الأبدية. جبران خليل جبران.